ريال مدريد قادما من توتنهام، اسم علقت عليه آمال كبيرة، لكن الويلزي الأغلى في تاريخ النادي الملكي خالف كل التوقعات فلم يستطع خطف الأضواء مثل صفقته القياسية بقدر ما كثر الحديث عن غياباته المتكررة وأدائه المتراجع من موسم إلى آخر حتى وصف بنجم الإصابات. جاريث بيل قميص الحلقة الأضعف في هجوم الريال هذا العام، هكذا يحكى بين سطور أعمدة الصحف عن نجم دوت صفقة انتقاله من توتنهام إلى ريال مدريد قبل 4 سنوات بمبلغ فاق 100 مليون يورو وراتب سنوي يقدر ب15 مليون يورو. أما اليوم فلا سؤال يطرح إلا ماذا بقي من النجم الويلزي؟ الضلع الثالث للبي بي سي، وأي ضلع نالت من سمعته الهجومية الكثير من الانتقادات منذ أن وطأت قدماه القلعة الملكية عام 2013. طوال المدة الماضية، أما شبح الإصابات فقد صار كظله بامتياز حتى حصل على لقب صاحب الحظ العاثر. أرقام نجم ويلز المتدنية ترسم مستواه المتراجع خلال المواسم الأخيرة، وخاصة في الموسم الماضي الذي شارك خلاله في 27 مباراة فقط من أصل 60 خاضها الفريق في كل البطولات. 16 إصابة لحقت ببيل منذ قدومه عام 2013 أبعدته 146 يوما عن تشكيلة الملكي، أما حصيلته فكانت الأدنى هذا الموسم حيث لم يتجاوز سقف 9 أهداف فقط. موسم صعب وصفه كثيرون بالهزيل في وقت خطف فيه ثنائي إسكو وأسينسيو الأنظار بعد تتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. أما بيل فقد اكتفى برقم وحيد ومميز عن البقية، وهو قوة مراوغاته رجل لرجل. فرصة الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية لم يستغلها كما كان منتظرا اللاعب الأغلى في تاريخ ريال مدريد. كان أداؤه ضعيفا إذ لم يتمكن من تعويض غياب كريستيانو رونالدو. رغم إخفاق بيل فإن مدرب بطل أوروبا زين الدين زيدان ما زال يثق بلاعبه رقم 11 والذي يرتبط بعقد مع الميرينجي حتى 2022. ربما يلجأ زيزو إلى تأجيل الحلم باستخدام نجم موناكو كليان مبابي من أجل إعطاء فرصة جديدة لعودة البي بي سي إلى سابق عهده، رغم أن الألقاب الموسم الماضي أجلت البحث فيما كان يدور داخل التشكيلة. أما إدارة فلورنتينو بيريث فكانت تقارب الموضوع من وجهة نظر مادية، تطالب بأكثر مما يملك بيل، منطق تنطق به لغة واحدة هي لغة المال وما يمكن أن يجلبه من أداء ونجومية افتقدها بنظر الكثيرين جاريث بيل. نتحدث مشاهدينا عن كأس